مع الثقافة دايما بيجي بنتكلم عن التعليم، بالتأكيد الموضوعين مرتبطين بشكل كبير جدا. دايما بنقول التعليم مفيش أمة ولا بلد ولا أي حاجة بتتقدم ولا بيبقى لها مستقبل مختلف غير بالتعليم. التعليم هو بداية النجاح لأي أمة. احنا دايما يعني بنحاول في بلدنا، واحنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة كبيرة أكيد في التعليم، وعندنا يعني عديد من المصاعب بالتأكيد، وحاجات يعني فعلا مشاكل محتاجة لسنين ومحتاجة بالتأكيد لفلوس كتير جدا. محتاجين نعيد النظر كمان في بناء المنظومة نفسها بقى، ان ما تحمله كلمة التعليم، المفهوم بتاع الكلمة. وعايز اقول بس مش التعليم، التربية. التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. المهم خلينا نشوف بشكل سريع كده التوصيات اللي خرج بيها الصالون الثقافي اللي نظمته مجلة حواء عن قضايا التعليم ومشاكله. قضايا التعليم ومشكلاته هو عنوان الصالون الثقافي المقام في مؤسسة دار الهلال لمناقشة عدد من قضايا التعليم الحالية والتي تمس الكثيرين واقتراح بعض الحلول لها من قبل نخبة من الخبراء في مجال التعليم والصحافة. يعني أولا قضية التعليم دي قضية مهمة جدا في مجتمعنا، لأنه إحنا يعني عندنا التعليم أولا نظرا لأهميته في تربية الأجيال وتكوين النشأ، وخاصة المجتمع المصري ده مجتمع شبابي فبتحول فيه إلى تكوين الشباب، ده يبقى مهمة أساسية من المهام اللي الدولة توليها أهمية. ومن هنا يأتي التعليم على رأس الأولويات. إذا كنا احنا عايزين نربي جيل محترم، جيل يقود المسيرة ويقود مصر إلى المستقبل، فلازم نبقى فيه اهتمام كبير جدا بالتعليم، لأن التعليم مهم جدا في نهضة الدول، وفي دول كتير جدا نهضت بالتعليم، لأن التعليم بيدخل في السياسة وفي الاقتصاد وثقافة بلاد وتطوير شعوب ونهضتها وارتقائها. من أهم الموضوعات التي طرحت المشكلات المتعلقة بنظام الثانوية العامة والمناهج التعليمية وأهمية التكنولوجيا في عملية التعليم وغيرها من القضايا المتعلقة بالتعليم. طبعا احنا نبدا بنظام الثانويه العامه وهنبدا السن بالتطوير او التحديث المطروح بالنسبه له، وهننتقل السن لقضايا المناهج التعليميه واوضاعها، اوضاع المعلمين، الدروس الخصوصيه. هتقدر يا سن تقولي ان احنا بنعمل مسح سن شامل لقضايا واوضاع العمليه التعليميه، وكيف نصل بها في النهايه الى احسن درجه او احسن مستوى يمكن السن ان يرضي طموحات السن الاسره المصريه. يعني الاصول بقى ان احنا نخرج من هذا المؤتمر الثقافي ان احنا نعرف كيفيه اعداد المنهج او وضعه، بحيث ان انا احط في الاعداد المنهج بتاعي ان انا احط لازم المدرس الواقف في الفصل بيشرح وشايف قدامه مثلا 30 طفل كلهم كل واحد عنده شخصيه مختلفه عن التاني، عنده موهبه، ازاي يقدر يوصل للطفل ده وازاي يقدر يوصل للموهبه بتاعته ويحاول ينميه في خلال منهج يساعده على ذلك، مش منهج يعقده ويخليه يا دوبك يخش احفظ ثم اكتب عشان ولادي يجيبوا نتيجه كويسه. الحلول المطروحة خلال المناقشة ينتظر أن توثق وتطرح على وزارة التربية والتعليم لخلق سبل جديدة لتطوير التعليم الأساسي في مصر. ندى هشام، صباح أون. التعليم هو الحل، يعني لو اتحلت مشاكل التعليم صدقوني مشاكل كتيرة جدا في المجتمع دي هتتحل، المجتمع هيتقدم حتى على مستوى السلوك والتربية ما بين الناس، مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب. البداية الحقيقية هي منظومة تعليمية حقيقية، وجميل جدا يحصل نقاش دايما بنشوفه في ندوات ولقاءات بتحصل سواء مؤسسات إعلامية زي مجلة حواء أو غيرها. مهم الموضوع ده كل شوية نفكر الناس بيه، كل شوية نقدم ونطرح أفكار جديدة لتحسين أو تطوير التعليم في مصر. النهاردة هنتكلم عن نفس الموضوع كمان زي ما انت قلت يا محمد، الثقافة صحيح. والتعليم وكل الموروثات دي أو كل أفكارنا دي إزاي نحارب بيها التطرف وكل تجارب الدول في هذا المجال، يعني ده موضوعنا النهاردة اللي طبعا هيكون موجود، فياريت تتابعونا، موضوع مهم جدا الحقيقة. طبعا الثقافة هي الصد أو الحائط الصد زي ما بيقولوا الأول لمواجهة التطرف والإرهاب.